ذلك كل المغرمين بالفولي. أنيس مرحبا بك من جديد. مرحبا بك سادة مسلم. مرحبا وسهلا يا أخي صفا. في فورمة في أحد الشوط هذايا راهو عملنا إشوفمون يظنوا باش نعملوا شونجمون في التكتيك. حاول كيفاش يا خويا؟ راني نحاول توا قاعد نشوف في نقاط ضعف نتاعو راني نحاول نقطع. هو أنيس هو أنيس قاعد يتشعبط قال لي مادام شجعني وقال لي متر ونص معناها تصلح للفولي ثم عرف نقاط الضعف نتاعو. قاعد يخدم يا خويا صح المهم ما فماش ضربات جزاء. لا 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 ارتحنا من فيها على كل الله يبارك يبدا تاي بريك بيا تروح تاي بريك ديما بيك الله يخليك. ذكر كذلك تحيات الاصدقاء قبل ما ناخذ الاجابه من عندك لصديقنا توفيق. ذكروا تحية كذلك لصديقنا طاهر علجان أيضا مؤرخ مؤرخ للرياضي. كذلك صديقنا نبيل بوعزيزي مسيدي بوزي تحية ليك يا بلبل. أيضا تحية صديقنا شهام الشاوش من سوسة مساعدني نور. خويا شهام كل سنة وأنت بألف خير. من جابس ما ننساوش باش نحيلوا الأصدقاء عادل بلطيف وبالقاسم. وأيضا تحية لصديقنا نجم نقولوا قيدوم الرياضيين في إذاعة المنستير صديقنا منصف جقريم هرم كذلك من رميات الفولي في تونس الكابتن جمال الزنادي يوجه لك تحيات ويقول لي أن نستبيه تحية كبيرة سيتا ليجوند بطبيعة الحال. خويا جمال غني على التعريف جمال الزنادي خلق وأخلاق ولعب أكيد أكيد إنسان إنسان طيب برشا ومتربي ومتخلق أنا ديجا خلقت عليه في آخري معناها بليتو في آخره هو معناها لعبت كونترو في تيران وهو يعرف أنا تيران تقريبا وقتها أنا مازلت صغير كان من احسن ما اجبت من الكره الطايره التونسيه. هذاك يعني يا خويا هي الذكريات العلاقات اكيد. وديجا قابلنا اخر مره كرمناه في جمال ويستحق كل خير. يستاهل كل خير. يا خويا كيفاش تكون الاجابه لصديقنا توفيق بالنسبه اللي يقول بالنسبه للسؤال على قال لك بطراش اللي فريد عباس اجر في حق النادي الافريقي؟ ما يا اخويا ابراهيم مشكور المحب الاخ الكريم على السؤال. انا جو كونفيرم يعني الكلام اللي بصراحه كانت صدمه كبيره. انا ما نعرفش كل ما نفكر تجاه معناها صدقني معناها نتأزم معناها الفتره هذيك قعدنا ثلاثة شهور واحنا كي سمعنا الاخبار معناها صدقني والله صدقني بكل صدق معناها ما يقعدش خاطر بعد في تروات انا وقتها فانت كارير براتيكمون ما زدت فانت كارير. بس حالت وسمعنا الكلوب وقتها جات ظروف ماليه لا يحمق شريف الامين وهو راهو اللي كان ناقصه هو اللي فريد عباس الله يهديه معناها صدقني كارثه عملها بالنسبه لنا احنا الكره الطائره. خاطر احنا قبل كانت حتى كي فماش في تروات نتفكر هذه بوا كي في الاسامبلي جينيرال ديما يا ما فماش فوت ولا تلقى شامبيونات تلقى ديما كي تروات يا الهوند يا البولي وخاصه انا حتى الهوند ما شاء الله عليهم يعني الكرويات كانت موجوده واحنا من التسعينات من 90 ل 96 من 89 90 حتى 96 احنا تبارك الله اخويا ابراهيم معناها التيتريات موجوده مع كل عام البوديو فهمت شلون موجود معناها التيتريات موجوده باش تحل تاريخ وتاخذ ديسيزيون بالطريقه هذيك اللي فشلت الناس الكل صحيح الفريق بدا يفرغ شويه وقتها ماهوش فرغ الكل معناها مع كل احتراماتي للمسؤولين اللي شدوا كلهم مشكورين يشدوا الكل بافريكان من قريب ولا من بعيد المسؤولين كلهم ما انا ديما نحط اللي كان صلب هو صحيح فريد عباس على يدي وقت كونفيرمي له معناها وقت شريف بالامين الله يرحمه زاد في شريف باش يوصل ضحى بالفولي يحبها خاطر نلعب وقت كنا نلعب على تيتروات وهما شافوا اللي احنا تحب لنا ثلاث سنين اخرين باش نعاودوا نرجعوا للتيتروات بالعكس خاطر كانت عندنا جينيراسيون والله يا خويا ابراهيم كانت اواصي وصلت دربتهم انا في اخر كاريري قبل ما نكمل وقت 2001 2000 وقت تحل دربت اواصي كان فيها محمد بن وحيد خلاص معايا سينيور في مرات يرويسي وكان عندنا ثلاثه ولا اربعه فرق قومي اصغر معناها كنا نطعموا فريق احنا خويا ابراهيم راهو معناها كوبا افريكا سامحني دخلت شويه كي غوي السياق الحديث كيما قليبيا وسي اس اس ومعناها كنا كونا جيل باهي معناها احنا اولاد جمعيه تبارك الله معناها ستة جوهرات لعبنا في كلوب افريكا معناها ولاد جماعي ولاد جماعي تربينا فيها وكبرنا فيها معناها قدرات عنده خمس سنين معناها تصور انت كانت كادي جينيور نتاع فريق كل موجود لازم تلقى معناها في لي كاتيجوري تلقى جوهرات الكلوب في الفريق خام تقول انت جيت تحلها معناها بطريقه هذيك احنا تصور حلها وقتها كان ثم اربع فريق خام مجدي تومي مشى لسيدي بوسعيد رياض لاديني مشى لسلاقس
هذه قبل شوية ما تتحل بعامين وقتها آه بدأت ترخي شوية معناتها ما عادش فما ما هوش برشا ما بدأت نقصد على المسؤولين بدأت الفكرة معناتها بدأت في أذهان تخمر معناها بشوية بشوية هذا هو هذا هو وهذه غلطة غلطة كبيرة أنك علاش ما نشوفش توا الفريق نادي أفريقيا كابر توا علاش ديما نشوفوا فينال ليتوال وسي اس اس ولا ليسبيرونس وسي اس اس فهمت شنو كانت كونكورونس كبيرة معناها كي تبدا الكلوب أفريقيا موجودة في البطولة خويا إبراهيم أو خويا جمال كان يسمع يعرف وناس كل معناها مغرومين بالكل كرة طائرة يعرفوا فما منافسة تكون أقوى بالطبع أكيد جدا أكيد الأزمة المالية أنيس كيفاش تراها يقول لك توفيق معناها وقت هذيك ولا لا يحكي تو على الأزمة المالية هو على الأفريقي تو والوضع الحالي معناتها الوضع الحالي صعيب سانسيرمون تو مشكورين الذي شدوا تو الهيئة تو بون قال آخر خذوا تراهم كور مع برشا ديون صراحة وضع وصلني له زاد ماهوش باهي حتى انا ما نحبش نفكر النهار غدوه خاطر ان شاء الله ما نحبش معانا معناها مات ديسيديف اللي عمرها ما وصلت له معناها الفريق ما عمره وصلنا للحاله هذي اللي تراكم الديون ما هي سوء تاثير صراحه من الهيئه المديره القديمه نتاع سي عبد الحليم اليوسي وما قبلوا معناها فهمتني تراكمات هذيا من فريق كبير خويا ابراهيم نادي افريقي راه سيدي كلوب افريقيا ماهوش شويه راه معناها تاريخ كبير وناس تبع فيه معناها من 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 بنزرت المنقردين خلايا بركه حابين نادي افريقي في كل ولايه الناس الكل تعرف هذا هذه حقيقه ما نجمش ننكروها معناها قاعده جماهيريه كبيره برشا الناس تتبع تقول صباح خير تمشي للبارك معناها غرام كبير والناس تتقاضى كان بالكوره بالكلوب افريقيا يشوف حالة جمعيته هكايا في نورمال باش تتأزم الأمور معناها فهمت ماهيش هي ماهيش في هي توا عملنا باركور من جهة توا جهة الهيئة هذيا معناها المهني وجهة في منصر الحيشي وكذا باقي مازال فما برشا نقائص أكيد خاطر توا خذاو تراومات إن شاء الله يا ربي القادم ان شاء الله خاطر الكلوب ما تستحقش لي كونديسيون المراتب هذوما ونلعبوا معنا على لي كونديسيون هذوما ان شاء الله ما تستحقش هذايا بالنسبه لرد واكيد نتفاعلوا مع كل الساده المستمعين هذه تحيه من جرجيس بلاد الاسفنج والزيتين من صديقنا لطفي زريات مسنو خويا لطفي تحيه ليك خالد بن يعقوب هذا زاد احمر وابيض دمه يمشي في العروق ومن اصدقائنا المغتربين في اسكتلندا بالذات يقول لاعب نحت اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ النادي الأفريقي بارك الله فيه مشكور أيضا مصطفى القديم صديقنا من المهدية مرحبا بك أستوفا وإسليم الشهيب يقول إسليم الشهيب كذلك هذا ولد قليبيا وولد الفولي ولد البقلاوة ما فهمتش كيفاش يربط ما بين الفولي قليبيا تاريخ قليبيا كل عنده تعرف لا يعرفش نقول لك علاش أنا خاطر زوجتي قليبية دونك أنا خليبي تحية لكل اسمه فينا المقليبيا دونك كان قبل مغروم بقليبيا ملي انا صغير معناها خويا ابراهيم دونك نمشي قبل نعملوا دي ستاج غادي ملي انا عمري يمكن 17 سنه 18 سنه نعوم في قليبيا ملي دخلت الكره الطايره كنت غادي دونك معناها نمشي ديما ودونك ديما نحبها قليبيا عندها محبه خاصه بالنسبه لي انا الطياره اللي فيها وناس هباين برشا وجيت الظروف بشويه خذيت قليبيا دونك قعدت براتيكمون نص قليبي ونص معناها مخصوم جنسيه فهمني يقولوا لي قليبي دونك نتشرف معناها اكيد نتشرف اكيد ان شاء الله تحيه احنا للمذيعه خاطر قلت لك سليم شايب معناها عنده ارشيف راه ما شاء الله تعرف صور هبت فيها ما شاء الله ما شاء الله وفي نفس الوقت شوف في نفس الوقت تاريخ الفولي وتاريخ الملعب التونسي البقلاوه زاد نحيوا كل حبايب البقلاوه اللي يسمعوا فينا نتمنى وكذلك كما نتمنى للفريق نتمنى وكذلك الملعب التونسي هرم من اهرام كره القدم التونسيه مدرسه للاسف خويا انيس هل الاحتراف هلك الرياضات الجماعيه بعد كره القدم ولات كره القدم عباره على الفرق ولات على معنى الشركات وهذه ما عرفناش كيفاش نستحفظوا على التاريخ الرياضي لحظات فقط ابو عيش يقول لي باش نعرفوا صلاه المغرب حسب توقيت جزيره جربه وما جاورها رجاء مراعاه الفارق نرجعكم بعد الاذان اسمع اولي 7 في جربه على 92.1 ولا 104.3 مستمعين الافاضل نرفع لكم اذان صلاه المغرب حسب توقيت المحلي لجزيره جربه الرجاء مراعاة فارق التوقيت الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حينما يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. إذاعة أهل الجنوب. إذاعة أهل الجنوب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. رجعنا ومواصلين معكم سهرة مع النجم سهرتنا الليلة اللاعب أنيس الفازع اللاعب السابق للجو النجم نقولوا جيل الذهبي للنادي الإفريقي في الكرة الطائرة. مرحبا بك أنيس منور السهرة الليلة معنا. بفضلك تكون بوجودك أخوي إبراهيم وبارك الله فيك على الاستضافة مرة أخرى. 91-92 بطولة كأس تونس كأس إفريقيا لهند البطلة بطولة عربية البطلة تدعيم فريق ثم زويد جوكم العام ذاك شكونهم؟ اي ثم توماس روكو من اعز معناها اللي يسمعوا لعملناهم هو نيجيريا من نيجيريا من جنسية نيجيرية عملنا بالبداية الفترة ذيك 93 زاد وقتها كان مدرب معنا في 93 مدرب كان في فتح المكور دكتور فتح المكور مع سعدي بوسفار هذيك البطولة الافريقية اللي نظمناها في القبة 91 ايوه الذي في 91-92 هذايا لا هذه 92-93 اي نرجعوا انا فكرني ب 91-92 زوز جوارات من اكبر الاسماء ايوه زوز من اسفاق صحيح ترى 91-92 هذا من النادي هذا من النادي صحيح هذاك عشيري نبلغ له تحيه ليه ان شاء الله كل الاستماع
من من زاده من 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 افضل ما انجمت لدى الكره الطائره التونسيه ما شاء الله. وعندنا الحين من السعيدية اللي هو فتحي خروبي. فتحي الخروبي ولا من السي اس اس قبل مصدق مصدق لا عمل ليها اكيد هذا مصدق بطبيعه انا ما وقت الرباعيه خاطر الرباعيه معنا مصدق ايوه لا مصدق خادم اكيد ومع فتحي خروبي زاد في نص مش معنا موجود فتحي الخروبي موجود اي حديث ثبت في الاسماء كملتوا نيس في البلاي اوف كملتوا الاولانيين ب 19 نقطه وراكم فريق فارق 13 نقطه زوز فرق تذكرش شكون الكونفرنس معاك 92 اي 91 92 والله يمكن تكون الترجي وقريب قريب يا سي اس اس 16 قريب انا بون اي كاتريام ليتوال وسانكيام ليوجيكا وسيزيام ليسبيرونس وقتها فوالا دونك هذيك كنا تذكرش خسرتوا ماتش ولا ما خسرتوش في البطوله هذيك خسرنا ماتش استنى هذه سنة 92 91 92 لا يبدأ تقريبا خسرني صحيح خسرني حتى ماتش صحيح فما ماتش باش نرجع اونتر بارونتيز فما ماتش خسرني تو نحكيو عليه هذا اذا كان باش نقدم على الوقت ايوه كان عندك حاجه قول لي سينو نعاود نرجع للحكايه هذه لا ما نسالش خلينا نفسروها هذه كيفاش هذه فما 93 فينال كوب افريك كاس افريقيا في مكناس مشات معنا الاولمبي القليبي شاركنا زوز معنا وربحنا احنا هذه نحن كاس افريقيا وقتها في مكناس معنا توماس روكو هذايا دونك الريكريتمون قلت لك اللي بعد من في نيجيريا جبناه زعونا بالكدا دونك بطوله افريقيه نظمناها في تونس الفاتت اللي هذيك ولات ملكنا معنا 91 92 كذا 90 الفاتت نظمناها في تونس وكوب افريقيا ولا عندنا ديجا موجود توا في البارك انا خليني هذاك قد كي تتهز ثلاثة سكسيسيف نادة الوكود الكاس احتفظ بي صحيح دونك فما ماتش خسرناه كي جينا من كوب دافريك من مكناس وضد اولمبي القليبي في البالي دافار ماتش كوب ما زلنا كي جينا وقتها من المغرب زين كوب لعبنا ماتش دومي فينال وقتها حاتم حمود معاهم لوكس اسمه لوتينو كيمين زياد اسمه نزار شكيل يانور بون كانت ايكيب باهيه زاده دونك ذاك الماتش الوحيد اللي خسرناه خسرنا ماتش كوب وقتها ايوه زاده اشواتي صفر هذايا للذكرى زاده دونك باش كل واحد هكا وعاد فرصه هما باش تلقاها فرصه ليجيك قريب يا قريب اذا وقتها احنا بون مانيش في نهار لا اكسيكتيفمون فما شويه تعب وفي البالي وقتها توماس وداير نفكروا بالكدام لعبتوا البطوله الافريقيه بطوله افريقيا الانديه البطله في 90 في كانو في نيجيريا اكزاكتومون هذيك زاد من اقوى البطولات هي بعد الكوب بعد الشامبيونات دي مون تاع البرازيل والمانيا دونك هذه البطوله مشينا الكانو هذه من اصعب البطولات اللي صارت خويا ابراهيم بالنسبه لي زاد حاجات ما تتنساش غادي بالكل معناها 16 يوم عديناها تعب برشا في السفر لاغوس وبعد كانوا بعيد بزاف طيار اخرى يمكن 4 أو 5 ساعات اخرين كان طقس سخون برشا وكانت قويه في البطوله تقريب فيها جميع الفرق ديريا الكل فما زوز حسين داي ديريا فما الزمالك والاهلي فما الكامرون كيب سونال كامرون هذيا اقوى كيب هذيا في الاليميناتوار خويا ابراهيم ربحتنا 3 اشواط بدينا اي في الاليميناتوار قعدنا بايكين ما فهمنا شيء نتنقل معناها تقول في من كوكب اخر احنا ما زلنا كي وصلنا ما تقلمناش وكنا نتلينا في الليل كان ظروف اقامه سيئه جدا هذينا معنا الماكله وقتها معنا تيشيرت اليوم تي معنا في المول اللي وقتها نبلغ لهم تحيه دونك مشينا ستاف هذينا قال الاخر معناها المؤونه نتاعنا خاطر عارفين في كومبليسيون شنو وايفيكتيفمون تعديت بطوله قويه معناها على صعيد خاصه تكنيكمون كانت جوريت معناها بصراحه من اقوى البطولات حتى هي وال 93 دونك نعم كملتوا لولين هزيتوا البطوله كملنا ترشحنا هزينا البطوله دونك نلعبوا فينال مع سونال كامروني نعاودوا نعطيوها 3 بلايص كيما تصورنا في الاليميناتوار عطينا هذا في الفينال 3 بلايص هذاك زاد حاجه ما معناها ما ينساها حتى ملاعبي من اولادنا معناها من اقوى زاد الفينالات هما بيدهم ما فهموا شيء حتى على البوديوم وصلوا بكاو معناها فما زوج خوات كانوا يقاولوا مع بعضهم يلعبوا في فرنسا خاطر كانوا محترفين برشا من برا هذوما الكاميروني
دونك يجيبوهم من الفرق نتاعهم يشاركوا معهم البطولات الافريقيه. كانت 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 قويه برشا بطوله وما ننساهاش، قعدنا فيها برشا، اقل واحد ينقص منا يمكن 8 6 كيلو ولا 7 معناها اقل. عوضتوها بالذهب كيف يقولوا. الفريق الثالث باريس، الفريق الثالث تزيري هو وهران يظهر لي. وهران كلاسة تروزيام وقتها نقع تروزيام. المدرب وقتها شكون؟ المدرب سي علي بوسرفار، مش فتحي المكور؟ لا لا فتحي المكور 93 في 93 بعده يا شتي فتحي ومعه سي علي مرحوم. بطولة العالم الأندية البطلة 92 وين دارت هذه؟ 93 في بورتو رافينا في 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 إيطاليا. 92 أنيس هذه؟ 92 ساو باولو. 92 في إيطاليا، في إيطاليا اي سنه 92 93 فوالا هي ذاك هو الموسم هذاك هو صحيح. اي بال بالمخالف معناتها هم يا رب. القاعه بارافيردي في مدينه تريفيستي بالنسبه لايطاليا من فرق في شمال ايطاليا كانت من فرق شاركت راسا تذكرش شكون اللي شاركوا معك؟ به هذاك زاد بون نتفكر جواريات بون ليكيبات ثم تريزيستي هذيا يقول لي فيها برناردي يلعب لوكيتا توف فما جورجي ثم الاسامي الكبار اللي كانت قبل فريق من ميلان وزاد جورجي ها فريق من ميلان وزاد ميلان وين فريق ميلان وفما فما فريق سيسلي سيسلي فوالا سيسلي صحيح ولا انا غلط سيور سيور سيسلي نفكروا لعبنا كونتر فريق اسمه سيسلي. نعطيك الاسامي عندنا بطل افريقيا لكلوب بطل البرازيل هذايا ساو باولو شامبيون دازي كوريا الجنوبيه هذايا سانغ مون من ايطاليا الرافانير هذايا بطل اوروبا ايطاليا ثم سيزلي ترافيزي من ايطاليا عندنا من ميلانو وميديلانو هذايا عندكم فريق من اليونان الاولمبياكوس اولمبياكوس هاي ثم بورتوريكو بلانتا نيفوس وفي الترتيب الترتيب شكون بطل الدوريه ما تطلبش وقت مستقطع عيش كل ما تطلبش وقت مستقطع خليه خاطر الطرح بتاع عندنا تو قريب صعيبه والله صعيبه يظهر لي احنا بون توليكا وقت نروح وما نكملوش البطوله نكملوا السي ماتش نتاعنا دونك نرجع قبل بثلاث ايام من الفينال والله نتصور انا ليكيب ايطاليان معناها نتصور اللي فيها ليكيب تاع جورجي كانت قويه برشا لعبنا كونترهم جو مغطي بالجزائر ميديولان هذه نتاع ميلان ميديولان وثانية تريفيزي الإيطالية فيها برناردي وزوردي فيها جاردينيا ذوما دي ليجونس معناها انترناسيونال معناها كانوا نذكر الترتيب الأولانية ميلان والثانية تريفيزي من إيطاليا الثالثة الأولمبياكوس الرابعة رافينيرا من إيطاليا الخامسة والسادسة ساو باولو وسانغ مول كوري والكليوب وبورتوريكو في المرتبة السابعة. البطولة العربية خويا أنيس بطولة في تونس 92 هذيك في الجورجاني نظرناها زاد كانت انا كانت هذيك خاصه بالنسبه لي انا كشخص معناها كانت اكسبسيونيل البطوله هذيك كنت عملت فيها باركور كبير باهي وعاملين وقت الاولاد بالكدا كان مصدق معنا كانت ايكيب زاد ايكيب ما شاء الله هذه بطوله عربيه ممتازه وقتها نتفكر جهه الريان قطر يجي وكل كل معناها الاهلي نذكروها هكا فينا كنت شكون لعبتوا كنت تذكر الفينال كنت فريق عربي اي يظهر لي الزمالك لا لا استنى الاهلي الزمالك اللي كوا اهلي جده اهلي جده اهلي اهلي جده هكا هاي مع رياض علي وقت هاي اهلي جده كان فما جوار معروف كان تفكروا بالبداية كان خويا جمالي يفكروا كان خويا جمالي يفكروا اذا علي كان ينقص برشا كان عنده ارتقاء كبير فكروها. انيس معيش قال لي احنا مش نطلبوا وقت مستقطع خاطر بصراحه كثر علينا بالاهداف وخاصه انيس انيس انت جوشي وعندك سيرفيس صعيب برشا قولوا لي. هو اليساري ديما في برشا الرياضات خاصه في الهوند الهوند والكره تاعي ديما تلقاه خاطر لو بيبار ديما تلقى الهجوم معناها لي زاتاكون تلقاهم
دغواتيم يعني يقول باليمين ديما اليساري فيه مشكله مع مع جدار الصد يلقى اشكاليه خاصه يد رابيد ويد سريع معناها يا خويا ثم فقره خمسة على خمسة هذه فيها خمسة أسئلة باش نحاولوا نخرج شوية من كرة القدم وكرة الطائرة نسير شوية في علاش ننساو على الأقل باش نرجعوا في فورما. هاي أنيس أبو عيش عنا السؤال الأول أخوي أنيس يقول لك لو كان عندك ميساج لشكون تنجم توجهها الشخصية هذه باش نعرفوها بعد الفاصل. أسمعنا هذا الفاصل بعد نسمع إجابة. أنيس ساعة شكون المطرب هذا خلنا نعرف على شوية على الأقل نسجل النقاط هذه في بالي وردة طلعت وردة الغضبان هذا هذا هكاك ملم معناها شوية بالفن نتبع يس هيا أخي مساج بإجازة شكون توجهها أخي أنيس والله أنا أصحابي برشا نحبهم الكل معناها خاصة اللي لعبت معاهم الكل معناها إكسيبسيون رشيد بن كريم فايسة بن عمر لطفي المدوكي كابتن رشيد العيدي نحبوا برشا زاد منجي ضو دونك أليبوك ما قعدتش برشا برشا رياض الهديلي شمس بن صويح صراحة الميساج اللي هو أنا علاش نقول شمس قاتل شمس الفترة هذه قيب مقبل من هو اللي هو اللي كان سبب فيها باش رجع كرة طائرة الفتيات ما عرفتش كان عندك علم دونك اللي هو في فترة سليم الرياحي دونك شمس كان هو اللي الاولاني يضرب البونية معاه احنا قلاخر نتبعوا فيه بعيدا ما هو كنا كلوب تحية شوية خاطر خدم برشا وتعب ورجع الفريق نبلغ له ميساج اللي نقول له راك تقعد ديما اخو كبير دايور فما انترغيمي راه كي مشيت خطبت مشى معايا شمدي صالح. اي معناها فما علاقه اكثر من اخويه ايضا واش اللي يجي يمشي سيدي صوتي لصوتك ونحيوه شمس اكيد ونحيو كل غيورين على النادي الافريقي هذا الهرم الكبير. نبلغ له تحيه كبيره نحب الكلوب برشا غيور برشا على الفريقي دونك يبقى اخو كبير ومازلنا على علاقه توا حتى كي كملنا معناها كاريرنا. وكمان كل شيء دقة ديما قاعدين اتصال بالكونتاكت السؤال الثاني نعم السؤال الثاني صديق يرتاح له هكا يروح نيس من الخدمة تاعه بشوية ومستريسي يهز تليفون ويطلب ويقول له يا فلان جا نمشي ونعملوا جلسة قاعدة هكا جلسة ودية أتتروبوزي نرتاحوا شوية نسمع الإجابة صاحب الحظ السعيد اللي باش تلقاه مع أنيس بعد الفاصل. يا اخي انيس هو قبل ما تجاوب الساعه ابو عيش قال يقول له انا يا ابو عيش تو انت صاحبه ولا ضده تو تفهموا الساعه نشربوا يا اخويا بقول له مرحبا نشربوا قهوه ونفطروا كذا يعيشك الله يخليك والله بون الاصحاب موجودين برك الله انت تعرف كيف في كان تعمل برشا علاقات بيا ذاك الشرباء شربة خاصه الكوره الكوره دي كلها علاقات بيا وتعمل لك برشا اصحاب والحمد لله ان شاء الله نكونوا ديما معناها خفاف ظل على اللي عملنا معناها اللي صحبناهم الكل عملنا معهم علاقات هيك نعم ان شاء الله اللي يعرفوا انيس الفازع اكيد سواء من قريب او من بعيد الشخصيه اللي يتمنى باش يقابلها اخونا انيس الفازع نجم سهرتنا الليله لاعب سابق لكره طائرة النادي الافريقي باش نعرفوها بعد هذا الفاصل. والله مره كنا سوا على فكرة أخوي إبراهيم أنا شنيا نقول أنا ماني سياسي فهذا أنا ما نحب تونس نحب بلادي نحب على بلادي نحب ديما تونس بخير دونك حتى كيفاش نختار أنا أونت بارونتيز قابلنا عندي تطور مع شوية مشاهير في الباركور نتاعي هذه الكرة اللي عملناها الكل عملنا صورة مع بوليس كينغ في البرازيل دونك عندي صورة معاه تذكارية
مع فنان نور شريف اللي فوق الله يرحمه توفى قبلنا مع راغب علامة. هذوما فنانين معناها سي دي جون كونو معناها فنانين معروف بيه. بالنسبة لينا ما قلت لك ماني سياسي وما نتبعش السياسة كشخص ماذا بيا حبيت كمواطن تونسي بالضبط. فوالا هو الأستاذ صافي سعيد انا بالنسبه لي انا كي حبيت نقابل الشخص هذاك خاطر انتبع بقطع نظر على ميولته ولا على انا فهمت شنو الشخص هذاك انا غالبا لا كل حد بالضبط. نعم تكتش تحب تعرفها تحب تكتشفها صحيح تشاركوا في بعض الافكار تحب صح حاجه تمسني وتمس برشا نعم. دونك سيقول لك من طيب ولا مصيب معناها ما عنديش حتى علاقه بالسياسه اكيد. السؤال الرابع وزاره لو كان خيروك تختار وزاره وكرسي الوزاره اللي تختارها شنو هو الكرسي وما هو اهم قرار يتخذه سيدنا الوزير انيس الفايزه؟ ان يظل عندي وطن لا حروب لا خراب لا مصايب لا محن لا حروب لا خراب لا مصايب لا محن خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوا للوطن خذوا المناصب والمكاسب خذوا المناصب والمكاسب خلونا الوطن من نجموش نحرق عليها. تحية تحية الفنان الكبير لطفي شنيق اكيد. انا حسب معناها في دوميني معناها تصور روحي ما نزامش نمشي لوزاره كوزاره الشباب والرياضه علاش خاطر نتصور هذايا معناها حسب ما نشوفها ممكن كان جا في بلاصتي توا فنان اخر ولا ما نعرفش في فنان ثقافه باش يختار نتصور وزاره الثقافه اكزومبل معناها ما نتصورش انا مش في دوميني باش نقول انا نختار الدفاع ولا الداخليه ولا اللي هو دونك انا نتصور نختار وزاره الشباب والرياضه حاجه شنو نقول معناها كان جيت عندي قرار معناها في مخي تعمل بروغرام لون دوري وابراهيم تعمل برنامج كبير طويل على الواحد يحسن ولو احنا رياضتنا باهيه وعندنا دي ليجوند وعندنا ناس تخدم وعندنا ناس اكفاء في التدريب سواء في الطب ولا في معناها الطب الرياضي ولا تعمل تخدم خدمه وخاصه على جبهه الرياضه ترافاي دي جون الباز القاعده معناها تاخذ الباز وتخدم الباز بالكدا للترافاي دي جون صغار تأثير صغار بالكدا وتعمل ميزانيه خاصه باهي باش تنجم تصلح اكيد خويا ابراهيم تو انا نصور كره طايره ما زدت تلعبهم بلانير ما عادش تلعبهم بلانير معناها نصور في كل ولايه يلزم فما قاعه مغطاه هذه اقل حاجه هذه في دومين. يا خويا انيس نشوفوا سؤال اخير لاعب يتوسم فيه الخير عنده مستقبل حسب رؤيه صديقنا ونجم سهرتنا الليله انيس الفازع بعد هذا الفاصل. أبو عيش نسمع الفاصل الأخير. تحية للسيدة نعم مش تسألك سؤال أخويا بدي بجاوبتنا على السؤال الأول أنا ما عادش نسألك في الفن عنك ما تقول. أنا بصراحة عندي مدة ما تبعتش شوية بون فما دو فينال تبعتهم تاع الأخريني تاع الترجي الرياضي والنادي الفاخري فما دو ماتش كانوا حلوين برشا فما ملاعبين لفت انتباهي راهو اونتر فونتيز معناها باش ما تقولش اونتر كيومي مش خاطر انا ياسيري غوشي معناها شوف فما يظهر لي الاسم نتاعو هو يلعب هو سي اس اي جو كوا سير هو سي اس اي فما الاسم غاب علي بنكي هكا ياسيري يظهر لي علي بنكي ولا هكا هكا صدقني ربي اللقب سي حوالي يلعب اون باراليل فما فو باسور مع الموزع تاع سي اس اي ما شاء الله عليه معناها ياسيري قوي ينقز مليح ذكي تبعته في برشا خاطر ديما خويا ابراهيم ديما جوار فوليبول في المون كريتيك باش تعرف الانسان معناها ملاعبي مركز تلقاه في اللحظات الصعيبه نتاعك السكور 20 22 23 اللي قريب باش تشوف الشوط ما يغلطش اقل وبذكاء يلعب بالضبط.
دونك هذا نتمنى له انا ان شاء الله ان شاء الله نتمنى له الخير تحيه تجيك من صديقنا بن جوده طاهر يقول مشكور سي ابراهيم اللاعب صاحب مسيره كبيره هذه تحيه تجيك من عند صديقنا بارك الله فيه بن جوده طاهر كذلك تحيه صديقنا من قفصه المختار الزويري ايضا صديقنا عمار القصعاوي مساء الخير يا عمار تحيه لك وتحيه لاحمد وتسنيم صديقنا الكابتن سيف القناوي كان منذ العشيه بعث لك تحيه محمد القصري المجاهد كيقول القناوي نقول زفيره اي زفير العسكري مع الشنوفي مع محرزي معي كان فريق قوي كان فريق ممتاز طبعا كذلك تحيه تجيك من عند صديقنا من جندوب شكري الترخاني من صفاقس خالد المهيري من السيف الافريقي من العاصمه ايمن لموشي من الكيف رياض النابلي من مستير ماهر البياري كذلك يوجه لك تحيه ومن سوسة صديقنا محمد الحملاوي المشغول باحلى التحايا ان شاء الله نقول ربي يوفقك في اعمالك اخويا محمد هذه تحيه للاخوه المستمعين اخويا خلينا وقت مستقطع حضرنا التكتيك نتاعنا انا راني نسال فيك في اللعبه نرجع ل 93 4 كاس افريقيا في القاهره توا باش عملتوا فيها هذيك عام 93 هذيك خسرنا الفينال خويا ابراهيم كان ماتش في صراحة مرارة خاطر معناها كنا لعبنا غادي في مصر خاطر ظروف خايبة شوية خايبة برشا من شوية دونك كنا قويين وكانت كيب قوية وكان زادة بطولة قوية برشا لعبنا في صالة معبية برشا براتيكمون معناها ما يمكن حتى إيليغال معناها الجمهور اللي يدخل يمكن يفوت حتى القاعة معناها دونك كانت فما مشاكل نتاع أربيتراج نتاع ختم وصلوا عملوا لنا حكاية اللي أنا زادة ما ننساهاش حتى الولاد ما ننساهاش طفوا علينا الضوء فكروا الضوء أي الضوء نتاع الوحدة نتاع الصبورة اللامعة نتاع السكور وتبدل السكور وقتها زاد أون بوان جو مورابيل حاجة هكايا يعني دونك هيدا شوية الحكاية ما صارت حكايات معناها خسرونا بسيف معناها باش هذيك البطل وقتها تذكرش شكون؟ يظل الأهلي مش المقاولون العرب؟ مقاولون بون نسيت يمكن مقاولون هذوها هما ماهوش يعملوا خويا إبراهيم خاطر غادي ينقلوا دونك خويا صاروا واش يعملوا ينجموا يجيبوا ليزيكيب معناها يجيبوا دي جوار من الأهلي يجيبوا العربية الإفريقية يجيبوا فري وفما حاجات كانت زاد هما قويين كانوا في الكاف دونك يجيو ينجموا يعملوا شي يحبوا معناها لكن الـ 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 الفرصة كانت ساعة ساعين رديتوها في البطولة إفريقيا الأندية البطلة في تونس يعطيك الصحة هذايا هو الرد كان قوي جدا في 93 نظمنا احنا البطولة الافريقية كانت بطولة ممتازة جدا حتى التنظيم كان في شد اليونسي وقتها ما معانا وداير هو اللي كان ديما معانا في براتيكمون ليكيبات الوقت الكل دونك كانت جات براتيكمون ليكيبات الكل قعدوا في عز وطلة وكانت اورجانيزاسيون معناها بيتم معناها كلمة معناها اورجانيزي الشامبيونات افريكا هذيك قوية برشا كانت مشينا باركور بالكدا فما اونتر كيومي فيها ماتش قوي برشا احنا في سي اس اس كنا خاصين سين بليش في الدون سيني القبة معبية سي اس اس مغادي والكلوب في كاملة نعم انا اشتر القبة فيها 2500 منه و 2500 منه نتفكرها بالكدا كان غازي قدارة معاهم كان اسمه عثمان وقتها جمهور بيرو لا نسيت خاسين سين بليش خاسين ومنظمين احنا ومعملين عليها البطولة هذيك. هكا وكان من الاول مانيش في فورما وكا بعد كالعادة مزوط احنا كيما قلت رشيد. دونك هكا دخلنا معناها بعد الشوط الثالث كنا خاصين اثنين بلاش كا اثنين بواحد اثنين والتاي بريك انا فما حاجة هذيا زاد الطرفة اللي شاد تيشاد اليونسي معناها وقت اللي خسرنا اثنين بلاش رئيس الفرع نتاعنا يهز روحه ويخرج معناها من التيران وقبل واي اثنين بلاش هز روحه وروح. في الفريق يسمع يعني سنين وثلاثة سنين يعمل دمية طول ويرجع شفت الكورة شوف المعنى الكورة كيفاش الفينال بحتو وقتها مع شكون؟ فينال الزمالك كتبليش بالضبط الزمالك وتروزيام وقتها تروزيام بلاس الأهلي المصري سيطرة الكلوب عربيا وإفريقيا قبلها تراجع في الكوب الشامبيون المحلي هكا ولا عامتها صحيح
93 فما فريق خذاكم النحى دوبلي، شكون تتذكروش؟ صحيت الاسبيرونس الاسبيرونس جاب 20 في البلاي اوف، جاب 20 نقطة بعدها الكلوب والكوك 16 نقطة، لكن الترجي راه عملت ترونفور وقتها مدعبة، جابت اباسي وجابت بن مسعود من جيكا، جابت شكري بوزيدة من حمام لم في الشيخاوي من رادس، تقريبا معناها رونفور مش عارف رونفور كبير. ما وقتها زاد بالرونفور هذاك اخويا ابراهيم نرجع له الكيف هذيك نفسها معناها 94 من بعد في الجورجاني مع سيموني رجارة وقتها، احنا في علي بوسفار هما وقتها يدرب فيهم لا اله الا الله محمد رسول الله من رجارة جو كخوا هكاك ثلاثة بلاش وقتها اللي يربح فينا الماتش الاخراني هذيك في الجورجاني اللي يربح فينا يهز البطولة معناها، لازم واحد يربح في نجم الشامبيون، صارت الظروف وقتها بالنقاط نربحوا 3 بلاش هذاك زاد ماتش ما تنساش اكيد جدا هذاك معنا وقتها تو مازال صديقنا سي ان اترونجي نيكولا هذايا يومين من اليونان دونك جبنا وقتها ان اترونجي باهي كانوا دونك عاونا هذاك زاد ماتش قوي برشا معهم زكريا كما تحكي انت كان في كيف كيف زاد القوية نتاع المكشخة كما عندكم سرتان لاعب روسي وقتها لا روسي لا غريغوروف لا ما لعبش معاك غريغوروف هذاك مش روسي هذاك لا غريغوروف هذاك لعب في السياسات ما لعبش مع لا 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 ما لعبش معنا نتفكروا جو مرابيل في السياسات به فما زياد لرقش لعب معك من ذهول لهذا اي صح زياد تحية كبيرة كان من كان ميابي وكان خالوق ميابي خالوق ومتربي برشا برشا هو يدولي في الكويت ربي وفقه ومحرز البريني محرز البريني كذلك ذكر بعض الاسماء محرز البريني اي محرز بيان سور محرز عمل معنا باركور جاء وقتها من كرم ونادر الجربي ونادر الجربي نادر الجربي هذول معك محمد نادر استنى نادر نفكر الاسم هذا اي طويل شويه كذا راهي ما خاطش معنا برشا صحيح خاطر الاسامي الاخرى من غير ما نذكروها المدوكي بوسترسار والهادي وحاتم والسوايع انا بالنسبه لي انا نزيد نعاود نرجع معناها باش نوجه تحيه لصحابي الكل كما قلت لي انت قبيله معناها هذوما اللي مشينا معاهم معناها قدام واللي عملنا باركور عشنا ايامات عز وعشنا ايامات فرحه كبيره كان باركور كبير لي زونترينمون واحد يقعد في الكلوب معناها في لي زونترينمون في الوتله كان يقعد اكثر من يدخل فيه في العائل 94 95 ظهر فريق بطل جديد ما عادش الترجي ما عادش الكلوب شكون هذا؟ ما سمعتكش بالكدايه سامعني خويا ابراهيم باش نمشيو للسيزون 94 95 احنا كنا نحكي 93 94 الاسبيرونس الى دوميني خذت الدوبلي هكا ولا 94 95 ما عادش الترجي ولا ظهر بطل جديد شكون تتذكروش؟ هذه احنا ماني اخر بطوله احنا في الجورجاني هذيك قلت لك 94 95 94 95 فماشي فريق اخر حسب عندي انا المعلومه تقول ليتوال لا ليتوال اي معهم وقت خير مازال كيتخلي يدولي معهم جديد ليتوال جابت برشا انتدابات. جابوا حفيظ وقتها من الهوارية. يعني قلت لك الحفيظ اي. بن عبد الله والشابي من الاس تي اس جابوهم. ودعموا عندهم وقت المجموعة عندهم برمضان ومنعم بن علي والزيان. منعم وشكر زيان من بعد جمعهم اي موقعتنا المنشفة زيان. دونك على المستوى الخارجي الكلوب ما تهزش محليا تهز على المستوى الخارجي، شازيت وعملتها؟ نزينا بطولة عربية مشينا شارك لما كناش ماشيين من دول كانت كيب معناها راهنوا عليها ما زالت بنزلت واقفة ليكيب وقتها رشيد علق ما 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 في وتفاوق صغير لذيذ بطبيعته معنا ما شاء الله هو بطبيعته كان حتى مع رشيد زاد يلعب ومن عز ما انجبت الكرة صارت نصيب من الموزعين لذيذ مشينا وقتها معاه دونك مشى رشيد معنا وقتها كرمناه غادي وقتها ما لعبش رشيد علق وقتها مشى معنا الهادي بوثرثار وقتها زاد علق زوز ومشى معنا مرافق الهادي وقتها مشينا معنا ان اترونجي اسمه يان زبوبودا جو كوا هكايا معنا يبدو لي يوناني معنا بوليحيا معنا رياض الغندري كان وقتها من كرم جا معنا العرب فيصل بن عماره رشيد الكريت مجدي التومي كانت كيب هوموجين باهية وما كناش ماشيين من الاول راهنوا علينا ومشينا وقتها رئيس الفرع يبدو لي سي محمد علي التويتي
الفينال مع شكون لعبتوه كان تذكر؟ الفينال الفينال هذولي مع 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 ليكيب القطرية كان كان صدقني رب مش مولودية الجزائر مولودية اي مولودية يمكن يكون مولودية كانت تبعتكم الجزائر نسيت نسيت كان كان زاد كان ماتش قوي برشا البطولة العربية ممتازة أنيس ثم حادثة ذكرك في 95 هذه تذكرها 95 ما تعرضتش الحادثة حاجة اي تعرضت الحادثة هي اونتر بارونتيز معناها هذيك كانت نقطة سوداء في كاريري ما الحمد لله بون الغالب شاء قدر الله وشاء ما فعل معناها انا وحاتم صامود ونبلغ له تحية صاحبة في جمعنا النادي الفريقي خاطر حاتم صامود من قريبة جمعنا عام العام مشينا وقت مصر زاد فما حاجة زاد ما نسيتش نقول لك عليها مشينا بطولة عربية في مصر ولا بطولة افريقيا بلتو هذيك هي اللي قلت لك خسرونا فيها وقت معنا الهيدي وجميع دونك اللي حكيت لك على اخر مره نتاع التابلو اللي ما انا حاط نسموه تعرفت خاط بعد بطوله تونس اللي هزيناها في برجين مع كونتر اسبيرونس خاط السياره معناها زوج سيارات سالوا في بعضهم وقتها كنا عمري 24 سنه في طمكي وقتها عند البيومي باش نجبد موضوع صغير على مستوى المنتخبات هزيت بطوله اواس بطوله افريقيا الاواس 8 7 جو 86 87 وقتها صغير في قريبية تنظمت هذية وقتها احنا والجزائر والمغرب هزينا وبعد 93 قعد استدعي استاج مالتا مع الكسير المدرب وقتها المنتخب الأكابر اللي كنت نجم مع باركور كبير في المنتخب الحمد لله بون على غاز بس قدر نعمل حادث عطلني شوية ما نكذبش عليك معناها قعد طعام وهيش ما لعبش قعد نعمل في الإدوكاسيون والمزاوي وكيو بيا ما معناه ما قصروش الكلوب افريكان كل معناه نشكر سي حموده بن عمار تو كل عبد يجدو خاله كان يخدم كان كان وقت معايا وقتها مازال صغير في تونكي ونعمتها اللي قبل معاه وقتها في الفريق القومي عايشوا لي قلت استاذ مالتا نعمل حاجه بعدها ربي هذاك اش قدر بعدها بعدها وين العام 95 فوالا بعدها دونك انا كي رجعت شويه من الحادث دونك حبيت ناخذ شويه راحه صغيره ما حبيتش نلعب في باركور كبير معناها خاطر النيفو كلوب افريكان ديما تلعب على تيكريت ديما تكون حاضر وديما تقول باش تلعب في الفريق وتلعب بلاصتك معناها باش ترجع لبلاصتك مكانك الطبيعي لازم تكون ديما تخدم دونك حبيت نعمل راحه عملت اتحاد كرتاج قداش عملت عوايم مرة اثنين انا عملت عامين عام مش ورا بعضهم بعد بعد ما تحدث الكلوب مشيت معناها رجعت للكلوب 96 رجعت للكلوب بعد بعام رجعت فريق وقتها مع الاولاد وقتها جينا زاد مدرب من برا شدنا وقتها سي شهاب الخياري كانت اون بون ايكيب وقتها قبل ما تتحل معناها باربع سنين قاعدين كون طلعنا من اواس فريق باهي جواريت باهي ممتازين وطعمناهم معناها وقتها ليترونجي ومشينا باركور باهي في البطوله وقتها جاء بعد الخبر مالوغوزمون معناها خايب تاع الحلين الجماهير اللي كان معناها كان قال لي حاجه حاجه ما تصدقتش من الاول معناها باركور وثالث تيموتي مالوغوزمون في ديسيزيون غلط على الاخر اللي احنا نتصور انا معناها مازلنا نتصور انا الناس في الراي الكابر موجود احنا ولادة نخدموا في النادي الافريقي مش برايمي يخدموا فيها كملت المشوار وقت الشنيس 2000 في الكلوب الامريكان تحلت 2000-2001 2000 دونك عام 2000 سي كملنا ونتفكر بعد بعام وقتها تزوجت عملت تزوجت وقعدت عام ولا عامين اخرين بون انا نجبد اونتر جيمير انا لعبنا تفادي نزول خويا ابراهيم في بالك معناها وقت اللي فرغت خاطر الاولاد كلهم مشاو لرياهم انا بيدي كنت معلق وقتها وكملت شمس الدين وقتها صايح هو اللي شد وقتها رايج رئيس جمعية معنا المدرب وقت عميد والخير رجعنا احنا الكبار مع حد بريري انا جبنا ايترانجي كامروني زي معنا مش عاولنا خاطر حتى البلاي اوت وقتها كانت صعيبة كانت فيها تونسير وكرتاج وكان حمد ملف ومعنى وصلنا مرحلة خائبة شوية وطعمنا ليكيب معنى ثلاثة ولا اربعة من الاواس والحمد لله خليناها في بلاستها وقتها ما تكلاسينا الولادين في البلاي اوت ولا باس وكانوا بعد جانا الخبر تاع الحلاني اللي بشقة حلقة راه اخر مشوارك ما اخترتش التدريب عملت 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 تدريب تدرب في حمام نلف مع في منتج جبلياني اللي 2000 لا الى 2009 2008 حصلت في حمام نلف عملت تعميم تقريبا
جربت أصغر وأوسع من نلف وقت اللي وفق مسلم معايا جربت وما برشا ما أحمد خوه كانت ثم وقت أكيد باية في حمام نلف عملت تجربة متاع عامين وبعد ما عادي زون قاجمون الخدمة متاعي دونك ما عادش نجم نوفق دونك خدمة في الحسنة متاعي دونك اخترت خدمة أخر قبل هذا زا بعد ذي لعب طعام في حمام نلف يبان فان دو كارير معناها قال آخر 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 مرحلة معناها قلت ما زلت نجم نعطي شوية وعدينا عام باية وقت في حمام نلف يعني احنا تقريبا وصلنا لنهايه المشوار الرياضي وفي نفس الوقت اون باراليل وصلنا لنهايه الحصه الرياضيه سهرتنا الليله ان شاء الله نكونوا متعنا الاخوه الساده المستمعين خلي لك المود لفا في نهايه هذه الحصه وشكرا على التلبيه الدعوه دونك نقول لك بارك الله فيك على الاستضافه ومشكور خويا ابراهيم على المسيره الحلوه هذيا رجعتنا برشا ذكريات حلوه برشا برنامج حلو ترجع برشا ذكريات حلوه لبرشا جواريات معناها ولاعبين قدام معناها ترجع لهم معناها تاريخ وتاريخهم مشكور جدا ومع الكيب العائله معاك الكل والساده اللي تابعونا مستمعين وكل كل بالسي الكل ولي سبورتيف الكل مشكورين ان شاء الله القادم افضل لكلوب افريكان ان شاء الله ديما نكون ان شاء الله غدوه قلت ربي مربوحه الفريق القدام وترجع الفريق الافريقي للسيت نتاعها والمكانه الطبيعي قلت ربي ان شاء الله نعاودوا نرجعوا نلعبوا على القاب ونشكرك مره اخرى على الامسيه الاحلى وان شاء الله كنا خفيف بالله على كل المستمعين شكرا لك اخي انيس شكرا لك على تلبيه الدعوه وان شاء الله كما قلنا نورت لنا سهره الليله كنجم من نجوم المسيره او الجيل الذهبي للنادي الافريقي جيل الرباعيه والمونديال والدوبليات والكاس والبطوله العربيه والافريقيه كذلك التتويجات وفرحت برشا جمهور الكلوب اكيد ان شاء الله غدوه نسمعك الاخبار الباهي على كل فرقنا شكرا للسادة المستمعين واصدقائنا الرياضيين اللي تفاعلوا معنا مباشره وكذلك على صفحتنا على الفيسبوك ايضا شكرا ابو عيش شكرا ايمن شكرا لكم انتم تابعتونا من 6 ونص حتى 8 ان شاء الله نتقابلوا في حديث النجوم مع نجم جديد في سهره جديده الثلاثاء القادم شكرا على المتابعه وتصبحون على خير يا حبيب القلب